هنا نعمل اللي بدنا اياه هم في 60 داهية. لا يا حبيبي ابدا، ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. شفتوا الايه هذه؟ هذه الايه لو ظللت 1000 سنه اتلوها وافسرها لن انتهي منها. تعرفوا لماذا؟ لانني مقتنع امتي تقريبا لا تتلوها. صدقوني الامه لا تتلو هذه الايه، تتلونها طبعا اكيد من سوره النساء، وتقريبا كانكم لا تتلونها، لا تسمعونها، ولا واحد يتوقف عندها. المفروض توقف عندها الى ان تموت. ايه مخيفه مزلزله. وسيبك من كتب التفسير والحديث، شوف كتاب الله. الله بقول إلنا ليس بأمانيكم، مين إحنا يا أمة محمد، ولا أماني أهل الكتاب يهود ونصارى. إيش القصة طيب؟ ما في الله قال لك هذا عندي لا يساوي شيئا، تقول لي أنا مسلم محمدي أنا ما يساوي شيء عندي، قل هذا أماني. من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا تقول لي أنا من أهل البيت، ولا أنا شيعي، ولا أنا من أهل السنة والجماعة حنبلي، ولا أنا مسلم، ولا مجاهد، ما في الكلام هذا عند الله. برهن أنك إنسان رباني عبد لله نفاع البشر، مش مطوب لي مفهوم الله إلك تطويب، ها استحواذ، نزع استحواذية في الدين. أستغفر الله العظيم يا أخي، كل شيء بنستحوذ عليه باسم الله، بعدين نستحوذ حتى على اسم الله نفسه مفهومه نحرفه. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. راحت اليافطة حملها مسلم، راحت عليك أهل السنة الجماعة، والله راحت شيعي أهل البيت، راحت انحرقت كلها فارغ. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يا ربي الله يخاطب الآن اليهودي والمسيحي والمسلم، نعم هذه آيات قرآنية، روح حرفها العب فيها عاد، واضحة أوضح من الواضح. هذا الإيمان الذي يريده الله، إيمان أيها الإخوة يخرج إنسانا عظيما، إنسانا رحيما، إنسانا يسع قلبه وتسع خيريته الدنيا بأسرها، مش إنسان ضيق متزمت على طريقة أبناء الله وأحباؤه إحنا وبس، وهذول هيك وهيك وهيك ما يعجب حدا. وقلنا لكم 1000 مرة يا إخواني والله العظيم، كل النزاعات الحصرية لا تقف عند حد، تظل تضيق وتضيق 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 في الأخير حتى لا تتسع إلا إيه؟ إلا لمجنون مهوس ينادي بها واحد. وقلنا لكم مرة أحدهم ماذا كتب يقول؟ قال ليس على وجه الأرض اليوم مسلم إلا أنا وشيخي في باكستان، في جبال باكستان. إيه طبعا، وعنده شيخه بكرة بطلعه هو، يبقى هو لحاله. شيء من الجنون، شيء من الهوس. شوف الهوس هذا مع آية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يا عظمة القرآن وينها، عظمة عظمة عجيبة غريبة يا إخواني. لذلك إحنا نقوم بهذا الإلحاد، إلحاد اختزال أيها الإخوة، لن أعبر بتعبيرات غير لائقة لكن هذا أكثر شيء أقوله، اختزال تخفيض، يعني تخفيض اختزال ضغط تشويهي لمفهوم الله، لمفهوم كيف أنت هذا في الأخير تشويهي لك أنت ابدا. الله لا ينال احد، تشويه لاعتقادك، اعتقادك مشوه، دينك مشوه، ايمانك بالله مشوه، ولا مش صحيح؟ والا لو في واحد ها يعني تجوز له علاقته الطيبه بالله العميقه الصافيه بالله انه يترخص ويستحل مره دماء الناس ومره اعراضها ومره اموالها ويحس براحه الضمير، عارفين مين لازم يكون هذا؟ محمد عليه السلام، والله العظيم الوحيد. ابدا، النبي خوطب فاستقم كما امرت، وهذه شيبت، وقال شيبتني هود واخواتها، قال له مش على خاطرك، كما امرت، ما في ترخصات، ما في استثناءات، ما تقولش انا محمد انا حبيب وانا اللي بدي اياه بعمله وبغفر لي، ما في منه الكلام هذا. احنا غلابه، احنا ملاحده الحادا جزئيا يا اخواني، عشان بقوم بالليل وببكي بحس حاله خلاص قطع 19 طريق الجنة، فيلا نغتاب هذا، ننم على هذا، نشبك هذا بهذا، نأخذ مال هذا، نطعم في عرض هذا، نطلع على مرتها. يا أخي تبا لك يا رجل، تبا لك، الله محتاج لركعاتك السخيفة هذه، لدموعك الكذابة. الله يريد أن تصبح إنسانا نبيلا، إنسانا كاملا صافيا. مستحيل هذه العبادة تصبح والعياذ بالله طريق إلى الفسق والفجور. أي عبادة هذه؟ وأي دين؟ وأي تسنن؟ وأي هذا هو؟ لذلك أنا أقول لكم لابد أن نفتح هذه الملفات وأن نراجعها بوضوح أيها الإخوة صادم،
بصراحة مرة لنقول وضعنا الروحي ليس على ما يرام، حالتنا الروحية مقلقة ومخيفة جدا. سأذكر شيئا في 5 دقائق لكن في الخطبة الثانية نختم به هذا الجزء أيها الإخوة.